السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رب تكونوا بخير جميعا. النهاردة إن شاء الله موعدنا معاكم في درس جديد من دروس الإكسل. درس النهاردة إن شاء الله بخصوص كيفية طريقة أو إنشاء الجداول على برنامج الإكسل. طبعا هو موضوع بسيط جدا، إن شاء الله مش هيبقى كبير معاكم. هنقول نيو مايكروسوفت إكسل وركشيت، هنجيب وركشيت زي كده ونفتح برنامج الإكسل. طبعا زي ما انتم شايفين، هو ده عادة بيكون البرنامج الاكسل لانه باللغة الانجليش، فبيكون اللغة من او الكتابة من الشمال لليمين، من بيج لاي اوت وبنخلي الشيت رايت تو ليفت، من اليمين للشمال. طبعا الشاشة مقسمة قدامكم زي ما انتم شايفين مربعات، تكاد تكون على طريقة الجداول، ولكن طبعا ده ما بيظهرش معانا في الطبعة او الكلام ده كله، فلازم ننشئ جدول. ازاي ننشئ جدول؟ كليك شمال مع الضغط بالماوس زي ما انتم شايفين، وتقدر تحدد البيانات اللي انت محتاجها كلها او الخانات او العدد الخانات اللي انت محتاجها بالظبط بالطريقة دي. وبعدين تروح لهوم، من قائمة هوم تجيب الخانة اللي هي بتاعة الفونت التحكم في الخطوط، وتختار اول بوردرز. طبعا اول بوردرز زي ما انتم شايفين بتحدد لك على جميع الخانات في الجدول اللي انت محتاجه. بتوسع الجدول عادي جدا، تصغره من الصفوف أو من الأعمدة زي ما أنت عايز، بالطريقة اللي أنت محتاجها أو بالشكل اللي أنت محتاجه، وتكبر من هنا برضو الصفوف، توسع الأعمدة وتوسع الصفوف زي ما أنت عايز بالطريقة اللي أنت محتاجها. تضغط شمال وبعدين تسحب لتحت، أو بالطريقة تانية برضو ممكن أنت تعلم عليهم كلهم كده، شمال وتسحب. وبعدين تروح لحاجة اسمها فورمات. الفورمات دي بيقول لك الروهيت ارتفاع الصف أو التوسيع بتاعة العمود. نفس الموضوع الروهيت، انت مثلا ممكن تقول أنا عايزه 25 يا سيدي، وتقول له أوكي يقوم يظبط لك المسافة. برضه عايز توسعها أكبر روهيت، تقول له 35 يوسعها زي ما انت شايف كده. عايز أرجعها زي ما كانت، أقول له لأ خليها 25. طيب بالنسبة للصفوف أو الأعمدة نفس الموضوع، أعلم عليهم كليك شمال وأسحب فوق كده، بعدين أقول له فورمات وأقول له الكوليوم ويدث، أقول له مثلا تخليه 30 زي ما أنتوا شايفين وسع معايا. نسحب المسطرة من تحت كده شمال وتسحب. طيب عايز أقلل شوية، هي كانت 30، أقول له لأ خليها لي مثلا 20. تمام زي ما أنتوا شايفين كده. طيب دي حاجة، لو أنا عايز أغير شكل الجدول بخطوط تانية مثلا، شكل خط الجدول، أقوله مثلا أنا عايز مور بوردرز أو لاين ستايل أي حاجة، وتقول له عايز البوردر يبقى بالشكل ده كده، وتقوم برضو ساحب شمال ومعلم على البوردر اللي أنت محتاجه يكون بالطريقة دي وهكذا. كل ما تختار كل ما يظبط لك زي ما أنتوا شايفين. تمام، مجرد ما اضغط على الاسك خلاص بيشيل لي الامر على هذا الوضع. طب لو عايز اخلي الحواف تبقى سميكة من بره نفس الموضوع، اختار سيك بوكس بوردر. بصوا معايا كده، خليها لك سميك وعريض الحافة بتاعته. لو عايز ارجعها تاني زي ما كانت تعلم عليها برضو، وارجع اختار اللور بوردرز زي ما هي. بس طبعا هو كده خلاص غير نوع البوردر بالطريقة اللي كنا محتاجينها أو بالشكل اللي احنا محتاجينه. عايزين نرجعه للطريقة القديمة لاين ستايل اهو، ده اللي هو الديفولت بتاع البرنامج، إن هو دايما بيختار لك الديفولت ده. بعد ما تختار الديفولت ترجع تعلم عليهم كلهم عادي جدا. انت ممكن تعمل اسكيب من الماوس من الكيبورد وتعلم عليهم كلهم، وتروح ضاغط على البوردر من هنا أو دايما من هنا، رجعه لك زي ما كان. تمام. طب لو عايز اخلي الجدول بلون معين مثلا، الصف الاولاني ده كده لون معين مثلا، اختار من هنا كده مثلا ليكن اللون الازرق. لو عايز اخلي ده برضو بلون معين نفس الموضوع، طبعا ده لون الخط، سوري ده لون المربعات. تمام بالظبط كده زي ما انتوا شايفين. وتقدر هنا بقى تقدر تكتب من وقت المفتاح، طبعا كده بكتير انجلش، مجرد ما تضغط على شيفت بيغير لك اللغة. بص.
وفي نفس الوقت برضو ممكن تشوف اللون اللي انت عايز تكتب بيه. انا عايز اكتب مثلا بالاوتوماتيك اللي هو الاسود، اختار البلاك، بس هو اللون الرئيسي دايما بيبقى اللون الاسود. اختار مثلا الاسم، وهنا مثلا الصنف، حابب بقى تخلي المربعات كلها شبه بعض في طريقة الكتابة، تعمل توسيط للكتابة من هنا، ممكن تكبر الخط من هنا، تكبر الخط من الإيموجب الصغيرة دي تصغر لك الخط زي ما انت شايف. عايز تعمل تحتي خط نفس الموضوع، عايز يبقى خط مايل يميل معاك زي ما انتوا شايفين، عايز يبقى بولد يبقى الخط معاك عريض او هكذا. تمام. طبعا زي ما انتم شايفين عايز حابب تغير بقى زي ما قلنا اي ستايل في الجدول من هنا كده من اللاين كولر، وتقدر من اللاين ستايل، وتقدر بقى تخلي الخطوط زي ما انت عايز. لو عايز تغير برضو اللاين كولر لون الجدول نفسه، لون الخط بتاع الجدول، ممكن وليكن قلنا اللون الاحمر الغامق ده مثلا، جايين عاملين كده مثلا زي ما انتم شايفين شكل الجدول لونه غير، ولكن اتمنى بس رفيع الخط مش سميك. فاحنا ممكن نيجي كده مجرد ما نعمل له بولد ان هو يبقى خط عريض معانا. لو انت خدت بالك احنا كنا معلمين عن الجدول كله، فخلي بالك الجدول كله باللون الاحمر. لو انا عايز اعمل العمود ده بس مجرد ما اعلم عليه كده بضغط على البوردر السميك زي ما انتم شايفين خلاه لونه الاحمر. عايز اغير اللون عادي جدا، هنزل اقول له برضو لاين كولر اللي هو يا سيدي وليكن ازرق. تمام. وهعلم واسحب بقى باللون الازرق. طيب لو خليته سميك نفس الموضوع يبقى اللون الازرق السميك. وكده تقدر تعمل في الجدول اللي انت عايزه. متشكرين جدا على مشاهدة الفيديو، اتمنى لو استفدت من الفيديو اعملنا اشتراك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو، وانتظرونا ان شاء الله في شرح اشياء جديدة عن برنامج الاكسل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.